واروح معاكم دلوقتي لانفوجراف عن تاريخ مشاركات منتخب مصر في كره اليد، وطبعا ده بمناسبه ان احنا خلاص يعني هنستقبل ان شاء الله بطوله العالم لليد 2021. وبعديها على طول هنستقبل معاكم بقى الكابتن نبيل خشبه، وهو عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد، علشان يكلمنا بقى باستفاضه اكتر عن كره اليد وعن كمان منتخبنا واستعداداتنا. خليكم معانا لبعض الفاصل.